نجي على الموضوع الأول. هذا الموضوع الأول ما بي منطوق سؤال. من هسه قاعد أقول لكم إن الأزمنة، الماضي البسيط، المضارع البسيط، الماضي المستمر، المضارع المستمر، الفصل الخامس التام كله، الفصل السابع المستقبل كله، ماكو منطوق سؤال. زين إذا ماكو منطوق سؤال شنو نسوي؟ نعتمد على الدلائل. دلائل شنو بويا هاي؟ يعني على سبيل المثال هنا يتكلم عن أدوات الربط. هنا عندنا أدوات الربط. إيش بيها أدوات الربط هاي؟ تعال نشرح أدوات الربط كلها. هسه راح نشرحهم كلها. أدوات الربط اللي عندنا حبايبنا وليداتنا اللي هي الأند، الوين، والأند، والوايل، والآز. هذا اني يصيحوا لهن ادوات الربط. خوش. وايش بها هاي ادوات الربط؟ هذا اني راح تلقاهن بالوسط او بالبدايه. الوين والان يجي وراها شنو؟ يجي وراها لو ايدي لو شواذ. لو ايدي لو شواذ. لكن الوايل والاز يجي وراها شنو؟ واز للمفرد وصلت الشاشة؟ ها يجي وراها was للمفرد زائدا ing وبحالة الجمع where. أعيد هنا هذا الموضوع ما بي منطوق سؤال، يقول لك correct. طيب سوينا correct. هنا عندي and. الاند شي يجي وراها دائما لو ايدي لو شواذ. حاضين الشواذ؟ فيه مبروك، روح دربك اخضر. هنا ايش عندنا؟ اذا هاي الشواذ لازم تحولها. زين اذا هاي شواذ بعد هاي شو نسوي لها؟ الوين والان قلنا بالاخير او وراها يجي لو ايدي لو شواذ، لكن قبلها بالعكس نخلي ووز زائدا اي ان جي. زين والوايل والاز لا، يجي قبلها لو ايدي لو شواذ. نجي هسه نحل هاي الجمله. شلون احلها؟ ما يحتاج تكتب الجمله كلها، تحل فقط الكلمات ما بين الاقواس. شلون يعني دقيقة؟ وصلت الشاشة شباب؟ شنو؟ لا استاذ موجودة الشاشة. منو اللي فتح الشاشة مالته وخرب علينا الشغل؟ رجاء لا حد يسوي مشاركة للشاشة مالته، واللي يسويها الدور نحثه. مصطفى ماك السؤال، من نخلص الموضوع نقول من عنده سؤال ترفع ايدك. نزل ايدك يا ابويا. عفية بالوردة. لا استبس داخل أنا الصور الشاشة ولا بعدين. زين هسه نجي نحل. من تريد تحل راح تكتب رقم واحد. احنا قلنا الاند بدايتها شنو؟ was و ing. اذا هنا انت راح تخلي was زائدا ing thinking. طيب هنا was و ing. زين وبالاخير شو تسوي؟ يا اما تترك الشارحة. احسن شيء تسوي شارحه. والرنق الصير الرنق لا تسالون. ويا ما هسه الصوره واقفه يا ما تشتغل. هاي مشكله يمك. انا قاعد اتابعكم هنا اراقبكم بالموبايل، اذا وقفت الصوره او شيء، اذا واحد وقفت عنده الصوره فالانترنت من يمه. وصلت الفكره شباب لو لا؟ يلا ورقه وقلم على السريع. حلو نهاية الجملة. منطوق السؤال correct. اوكي. من يحل لنا يا سؤال؟ لا لا تحكي لي مصطلحات، سولف لي ببساطه. الهيل بس سويت لها ابويا؟ انت قاعد يسوي له هو. ايه خوش. والواتش؟ والواتش نخليها شو اسمه؟ صفر. زهراء زهراء بالاستاذ
سالفين له. استاذ ممكن تقرأ لي الجملة لأن أنا عندي شاشة واقفة. الجملة الأولى I think. الوايل إجا وراها يو حاطينه بين قوسين watch. watching يصير. You was watching. اليو تأخذ was. اليو تأخذ was. مبارك 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 ما أقول لكم روح أنتم ناجحين. غير جمع الآي يأخذ was واليو يأخذ was. الآي يأخذ was بس اليو الآي يأخذ was واليو تأخذ where. إيه سويت يوما. الهيل سويت له. والواتش. إيه. والواتش حطينا اي ان جي. اكو اشكال بهذا الموضوع؟ راح تحلوا لي الجمله اللي وراها. رقم اثنين اسرع. هالمره انت تقيس من الاداه. تقيس من الاداه. شنو اللي اداه عندنا وش يجي وراها وهكذا. يلا استعجلوا. وراح نخلص. اوكي سولف لنا حجي. هذا حجي نظر. ايه سولف سويت. ان شاء الله يوم عرس ابوك علي was having. نعم ما عندنا بالادوات الرابط التصريف. انا ما جبت طاري التصريف. انا جبت طاري التصريف. اطبق على صفحة سجاد سمير قل لي سويت. Knock 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 نضيف لها ed. شنو هاي؟ اي هنا عندنا وايل. الوايل يجي وراها was و ing. تمام هاي الوايل يجي وراها was و ing. خلينا was having. اذا هنا was و ing بعد هنا ed. ما يصير الجملة اثنين بيها اثنينها was و ing. ما يصير الجملة اثنينهم بيهم ed. خلوا هاي بالكم. يعني ذني مثل الشرايج واحدة تخالف الثانية والزلمة هو طايح حظه وحظ ابو يعني مبتلي بيها. الموضوع اللي وراه هي الامبراتيف. هاي الامبراتيف تبقى عليكم الامبراتيف ادفايس النصيحة الامرية لان هذين يراد لهم درخ املاء. نجي الى الموضوع هاي مرشح لكم فقط هاي مالت النوم ومرشح لكم مالت الاكل ومرشح لكم مالت الملح حتى يغزر. فنجي هنا عندنا موضوع ثاني اسمه موضوع اليوز تو. زين اليوز تو ساد مو ازمنه؟ لا مو ازمنه، ما لها علاقه بالازمنه. هسه ركزوا يا شبابنا الاعزاء، منطوق السؤال راح تلقون بين قوسين موضوع اسمه يوز تو. موضوع اسمه يوز تو. طيب شو نسوي استاذ؟ شو صخمون؟ تعال افهمكم شو راح تصخمون وتلطمون. راح تجينا جمله صايره بالبدايه وجملة صايرة بالأخير. يعني شرط يجيبون جملتين؟ نعم. وإذا جابوا جملة واحدة هو الأحسن. جملة ثانية. جملة بالبداية وجملة بالأخير. أي سؤال؟ إيش بيها الجملة اللي بالبداية؟ الجملة اللي بالبداية إذا مثبتة راح نخلي فقط الـ used to. أما إذا منفية فراح نخلي didn't use to. ثابتة؟ نعم ثابتة. هاي وين؟ هاي الجملة الأولى. زين سأل والجملة الثانية؟ الجملة الثانية يا بعد قليبي يلا نشوف إذا عدنا ناو نخلي فعل بي أس للمفرد وبالجمع نخلي فعل مجرد. طلعوا الشباب ما يعرفون المفرد والجمع. عيني قليبي بعد رواحتي الهي والشي والإت مفرد والبقية جمع. خوش حتى بعد ما نجيب طاريهم نرجع السالفة.
زين سأل وإذا ما لقيناه والله إذا ما لقيتناه ويقلب الفعل للماضي. ما افتهمنا استاذ بعيني. زين استاذ واذا جاب لي ناو ومنفيه عادي نخلي بالاس مكان الاس نخلي دازنت ومكان المجرد نخلي دونت. بس هاي ما راح يجيب لكم اياها بعد جابوها مره واحده وما اعتقد يجيبوها. نجي هسه نسولف. شو السولف؟ منطوق السؤال شو اسمه؟ يوستو. حلو منطوق السؤال يوستو. نروح للجملة الأولى. يا بالجملة الأولى مثبتة لو منفية؟ يقول الجملة الأولى إذا مثبتة إيش راح تخلون؟ خلي use to. راح نخلي use to have. كش ما سوي. الجملة الثانية بيها ناو لو لا؟ زين الوايف مفرد لو جمع؟ دقيقة. اكو اشكال بهاي الجملة؟ من عنده مشكلة بهذا الموضوع؟ ها سجاد شنو مشكلتك؟ مصطفى ثامر شنو مشكلتك؟ انقطع الانترنت؟ ما موجودين. اوكي ورقة وقلم بسرعة. سجاد خيرك قول. صار هاي المحاضرة مسجلة؟ نعم. ها سجاد رافع ايدك يا معود ترى قاعد تخبصنا انت من ترفع ايدك. عندك سؤال؟ طيب بالغلط انا اسف. بارك يا رب. اوكي سولف ليش حليتها؟ ايش كتبت؟ حلك وين؟ ليش؟ انت ما تبطل هاي السالفه؟ بويا شوفوا له ورقه يعني. عيني شوفوا له ورقه من هنا من هنا. طي ورقه. بطل هاي السالفه. سالفينا خالص سويتي. الجملة الأولى خليت didn't used to drive. ها ها نحذف الدي تمام. الجملة الثانية سويت الماضي لقيت صارت got. حلو جيد عاشت الأيام. حلو لها رقم سبعة. اوكي منو حلها؟ وسن سالفينا وسن سويتي؟ نعم استاذ هنا الجمله مثبته. نعم. صارت I use it to have. Use to have. الجمله الثانيه اي هنا ما عندي ناو أصير ماضي ستول تاير ستول. من عنده غلط؟ صفر. ما تحفظوهن. واي يلا تفضل حلوها. بدنا نحفظها يا استاذ مو من مستوانا استاذ مو من مستوانا. مجال مصطفى معود. سؤال في used to like عندنا now خلينا اس لان الفاعل مفرد wants. جيد من عنده سؤال بهذا الموضوع؟
ما عنده مشكلة. ها؟ تطق صورة؟ طق عينه طق. ها مصطفى سؤال، شنو سؤالك؟ جاي نروح الموضوع اللي وراء. الموضوع اللي وراء اسمه بولايت ريكوست. بصراحة هو مو بس بولايت ريكوست. شاشين استاذ شو بعدك؟ يلا 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 خير استاذ، شنو هذا الموضوع؟ تعال افهمك شنو هذا الموضوع. راح يجيب لك سؤال، سؤال شنو مثلا؟ قال لك ريكوست. هاي الريكوست بس تشوفها ايش راح تسوي؟ راح تخلي كان يو اذا لقينا مي، واذا ما لقينا مي راح نخلي ماي. زين، واذا قال لنا يا بس سجستشن، اذا والله قال لنا سجستشن راح نخلي ليتس. زين استاذ، ونخلي شراي اذا عندي افا، ونخلي يو شوت ادفايس، خلي يو شوت. تبقى عندنا حاله شاذه. شنو بوي هاي الحاله الشاذه؟ الحاله الشاذه نلقاها بالافا اذا لقينا مع كلمه فريند. يعني اذا لقينا افا ولقينا فريند ايش راح تسوي؟ انت مباشره راح تكتب الحاله الشاذه، كون انت حافظهم. لا شنو هي؟ shall I help you with your baggage. ما افتهمنا استاذ. هنا شنو لقينا؟ ولقينا مي. خوش، من يحلها؟ يلا تفضل. شو تخلي؟ بس تخلي كانيو وتنزل بقية الجملة. هو ما رجع، هو انت تكتبه. وحتى لو يقول لك حد، هو قال استخدم يا عادي. اذا هو اعطاك اياها بعد، اذا هو اعطاك اياها بعد شو تريد؟ خلاص هو حلها، بس هو ما ينطق يعني. نفس قواعد الامن؟ لا شفت الاسئله شفت موجوده واجهه. اي افتهمت، اذا هو انطاك اياها بعد شو تريد؟ بس يعني بس تجيبها تخليها بالبدايه وتكمل بعد. بس هو ما راح يجيب لك هيك. شلون؟ شلون؟ جايب والله يقول لك كود بس ما يعطيك اليو. ها تفضل. زين، من يحل لنا هاي الجمله؟ يلا وينهم طلاب الانترنت؟ يلا مصطفى ثامر. نعم استاذ. ايش راح نسوي؟ بس نخلي لاتس. قال let's غلط، let's. وش تسوي؟ ويقلب الفعل للاي ان جي، صح لو لا؟ شنو ايه؟ كيفك انت ايه؟ بويا قاعد يقول لك بس تخلي الاداه. ليش حطيت اي ان جي؟ اي انا حكيتها اذا اشوفك. انتبه يا لو لا. هنا ايش راح نسوي؟ هاي شوف، بس تكتب هاي ما لك علاقة بعد بالجملة، تكتب هاي كلها. علي الكعبي، علي الأكبر، علي الأكبر، قول شو تريد. ما يلا سولف لنا علي أكبر، حل لنا هاي الجملة. شو يريد من عندك؟ هذا رافع ايده كلمة، من يحلها؟ تفضل. اي بعدين وتنزل الجملة وراها. اكو طالب هنا قاعد استاذ انا كنت احط نقاط، ديروا بالكم تخلون نقاط. هنا ايش يريد من عندنا؟ ها بالادفايس، بالادفايس. ايش بيها استاذ الادفايس؟ الادفايس اذا قال لك ادفايس ولقيت كلمه كي او كلمه سترينجر تخلي يو شودنت.
يعني أنا هنا قالت نصيحة ولقينا كلمة كي فنخلي you should end. رضا سد المايك يا قلبي. بس ال سد المايك، السؤال يصير بنهاية الموضوع. الشاشة ما مفتوحة. الشاشة مفتوحة، خلل يمك بالإنترنت عندك. نجي هنا هما تلقينا كي ولقينا ادفايس شو تخلي يو شودنت. اوكي، منو عنده اشكال بهذا الموضوع؟ منو عنده مشكلة بهذا الموضوع؟ بويا فهمني، حاسب على علامة استفهام. لا ما حاسب، يغلس، هو راح يغلس وانت مغلس. يلا عيني طقطق صور، طقطق صور، يلا طقطق انت، طقطق وخلي وخلي الموبايل. الموضوع اللي ورا شبابنا اسمه اكسبكتيشن، التوقع. وشنو هذا التوقع؟ هذا التوقع يقول لك تعال توقع لي. شو اتوقع لك يا ابويا؟ انا اقول لك تتوقع. هنا أنا الجمله الاولى، العفو اسف، عند وجود I think، هاي إذا لقيناها تحذف ويقلب. شن هو اللي يقلب؟ يقلب ال will إلى should، وتقلب ال is إلى should be. طيب هاي إذا لقينا I think، نعم زين، وإذا لقينا I don't think، عند وجود ال I don't think، أي وشن نسوي إذا لقينا I don't think؟ إذا لقيت ال I don't think تقلب. من هي اللي تقلب؟ تقلب الول المن غير للشود، لا شودنت، لان هالمره جتنا في حاله النفي. اما الاز تصير شودنت بي. طيب حلونا هاي الجمله 15 يلا شباب. حل 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 يا ابوي. بلي يا بلبول. بيبي. اوكي سالفين سويتي. احلها صوت؟ اي طبعا. استاذ نزلنا الجملة لحد النقطة؟ نزلنا الجملة، هاي انا احط نقاط، انتم اذا تخلون نقاط ينتقمون منكم، يجون يشققون الورقة مالتكم، اي. تمام استاذ، احذف الاي ثينك. حذفناها. أنا سيليو. ها جيد، اجيت اصيحاني. الول اقلبها الى should. should. هاي هي خلص خلص الباتريات؟ هاي. ليش ما كملت الجملة؟ ونفسي كمل الجملة لحد الأخير؟ ما سمعت. Like والله ما سمعت. Air Force. ما بديت أكمل لحد الأخير. نجي على هاي الجملة الثانية، الله حلو لنا اياها. الجملة الأولى كل شيء ما تحذفون. عارف واحد يقول لك يا رب تحذف الجملة الأولى، لا ما تحذف الجملة الأولى. مو هسه سكتي. إذا حكيتي بعد ما والله إيه سالفنا أبو الشباب. إيه أنت. حذفنا الـ I think. انت قل لي شو اكتب وانا اكتبها. سمعت الجمله الاولى كلها عافيه، نزلنا الجمله الاولى كلها. انا عندي فارزه، نزلت الفارزه، نزلنا السو. اي
الول صارت شد. الول صارت شد. عافيه حصلت صفر. حوراء ابراهيم سالفين العينتين ليش حاصل صفر؟ اسكت. وطلعت صفر عشان. ها ما نزل الاي. الدور انا ملون الكياه بعد شو تريد يعني ما ادري يعني. اجي احل مكانك في الامتحان. ها؟ هاي كم مرة سولفنا بها هاي النقطة؟ ها؟ تعلون القلب، تعلون القلب. شو اسوي؟ شبيد، 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 شبيد علي هو اتحملكم، تعال شو اسوي؟ الله ينجحكم نخلص أغز وخلصون وهاي. نجي الموضوع اللي وراء، الموضوع اللي وراء اسمه ديفاين، فتعالوا خلنا نسولف لكم بالديفاين، شبيد ديفاين يابا؟ هاي الديفاين سهلة لأن اللي ألف الكتاب مالتكم يريد من عندكم شنو تنزلون المهنة وبصفها راح تخلون الصون هو وبعدين بصفها تنزلون التعريف. هنا أنا أبو الوزاري قال لا ما يعني طالب سادس إعدادي بعدين راح يصير طبيب ويعالج المرضى. سامعين دول يا اخوان الطب؟ يا اللي تسالته ليش راح تقول لي الطب؟ والله اريد اساعد المرضى واساعد الناس. اوكي. الوزاره قالت لا احنا هاي الصمون هو منتهي من عندها، انا حطوا قورهم ويا التعريف. شايف لما تحط قورك ويا اخوك الصغير هي نفس الشيء. تعال يا بخي نشوف. اولا ايش بيها هذا التعريف؟ هذا التعريف نضع للفعل اس، يعني هاي راح تلقى فعل تخلي له شنو اس، ولكن اذا انتهى شنتهى الفعل ديما انتهى الفعل بالزت اكس او سي اتش اس اتش، هاي هنا نضع اي اس. طيب سهلة؟ لا مو سهلة. أما إذا انتهى بالواي يقلب اي اي اس. خلصت؟ لا. عند وجود صفة عندكم صفة فقط كلمة ريسبونسبل، هاي إذا لقيتوها نضع قبلها از. استاذ نضع قبلها از، هي هم نحط لها از؟ لا. أخيرا وليس آخرا عند وجود and، فهذا يعني وجود فعلين نضع لهما نشع نضع لهما اس. شلون يعني شلون شلون ما افتهمنا؟ إذا لقيت and الكلمة اللي بصف الان هم تحطولها اس، يعني عندكم فعلين. شلون حلوا نهاية الجملة؟ طبعا شرط اي يعني بس استجيب له عادي على القاعده ما فهمت يعني لو جت زيت اي وانت زيت اي كل قاعده يطبقها. هذا عبالي اذا جابوا نقطه ما يجيبون الثانيه، لا احتمال يجيبون اثنين مثل ما سواه بال 2023 الاحيائي. اوكي نجي هنا أنا. يلا خاله سالفي بعدك يا مت هنا سالفينا ذا بلامبا اي از سو ماني سم ون هو اي شو حط لها؟ غلط. الفكس نحط لها اي اس. اذا انتهت الكلمه ديما بالاكس نضع اي اس. واذا لقينا اند الكلمه اللي بصفها هم احط لها اس.
ونكمل للأخير. مو زينين. أريد لواحد سبيع بطل ريحاق حلينا هاي الجملة. The caustic is someone who responsible and responsible صفة. أقول. لا تقرأ بالإنجليزي. قبل حلي لا تقرأ بالإنجليزي. طيحت حظ اللغة الإنجليزية. أي. عيدة. لفضلها أي. The لا تقرأ بالإنجليزي. ننزل اسم التعريف ونزل اسم من هو ونحط إذ قبل responsible ونكمل الجملة لحد سومر سومر سيبيها اسم جاب سومر ماش علاقة سومر هاي لا هي بالبداية هاي اسم هذا تروح شو ذاك شنو خمس مرات سدي المايك والله صار لي خمس مرات يلا نجي هنا أنا. من ما قال هلا وخريدك عن خدك وحلنا هاي الجملة سامع هاي الأغنية تقول إيش حدش صافنا وإيدش على الخد كان مش عاجقة وبالي جحت تفضل The pilot. بوي لا تقرأ إنجليزي. قبل. حلو. The pilot is someone who. شون. Someone who is. ليش حطيت الإز؟ إحنا شو وقت نحط الإز إذا لقينا صفة وعندنا فقط كلمة responsible. غلط إذا انتهت الكلمة بالواي يقلب I E S طيب حظ اللغة flies the planes ليش يحبوا ليش عندك وياها ها يلا كلكم ما مراجعين حد واحد بيكم كان قاري من عنده سؤال ماكو جيد وين نروح هسه عافية نروح الى اف الشرطية اي استاذ شبيه استاذ اف الشرطية منطوق السؤال ماكو لان هاي تعتبر من ضمن الازمنة اي اذا ماكو شو نسوي بويا انا اقول لك شو نسوي سلامات خماكشي ضايج عافية اي استاذ سولف لنا انا سولف لك بويا اذا لقيت فعل بي اس بالمفرد او فعل مجرد بالجمع شو تسوي شو تخلي مقابله تخلي مقابله ول اما اذا لقيت فعل ماضي راح تخلي مقابله ود اما اذا لقيت هاد زائدا تصريف ثالث خلي مقابله ويت ها زائدا تصريف ثالث بس هاي القاعده تجي من عندهم 90% من الاسئله الوزاريه زين وهاي العشرة هسه راح ناخذ العشرة خلينا نضبط دني فهنا احنا والعكس بالعكس يعني شنو عكس بالعكس هاي لو يعطيك هاي يريد من عندك الول لا يعطيك الول يريد من عندك دني او يعطيك فعل ماضي يريد من عندك الود ويعطيك ودي يريد فعل ماضي هسه هاي يا سبعي حلها استاذ دعم وقتك اذا بيها عزيمه حسين العوادي هلا وياكم ايه تفضل يقول استاذ لقينا ويت اذا الهاف نسويها ماضي شنو الماضي مالت الهاف هاد بطل
زين استاذ سولف لنا او خلينا ناخذ جمل بعدين نجي على هاي العشرة بالمية بعيني. يلا يقول if she gets money she travel away. يا سبع يحلها روح لا زهورة اعطينا مجال زهورة كان ما رافع يدش سرى علي سرى علي سرى علي من دخل ويانا جديد فاطمة فاضل فاطمة فاضل يلا حليها ها فاطمة فاضل مصطفى السويدي لا اي واحد من دول تسمعني يلا يا السويدي يلا فضي والله سمعش سالفي استاذ احنا بجهه الاولى فعل اس اي عافيه شو تخلي مقابلها خلي وال ان شاء الله يوم عرس ابوش ترافل نجي هنا الحجيه يلا حجيتنا سالفينا يقول هي ويد هاف بلايد اف شي كول هيم تفضلي بطله عندنا ود وهاف وتصريف ثالث شنو نخلي نخلي هات شو التصريف ثالث مال كول خربت خربت ايش فيك ما تحفظوها ما تحفظوها تصاريف تحفظوها طيب استاذ دقيقه هاي ال 10% شنو فهمنا عليها تعال افهمكم على هاي ال 10% اللي هي لا النفي لان الاس نفيها doesn't والمجرد نفيها don't والفعل الماضي النفي مالته didn't هاي مشكله المشكله الثانيه اذا عدنا فراغين وهاي اللي جابوه جماعه الاحياء ايه اذا عدنا فراغين ما مرشح تريد أن أحسن على ذني؟ لا أستاذ هو يقول يعني ما شعرك ياها؟ لا أستاذ أي أستاذ إذا لقينا فراغين شو راح نصخهم؟ راح تجي على الإف أكو إف بحالة الفيرست وأكو إف سكند وأكو إف ثيرد اي ويش بين ذني انا اقول لكم شبيها على سبيل المثال قال لنا if he speak to me he I answer him وقال لي يابا هاي الجملة سوي لي اياها بحالة السكن طيب حالة السكن بوي هاي الاف يريدها بحالة السكن من يحل اياها من يقول لي الاف بحالة السكن شي جو وراها تفضل ايدي يعني هاي السبيك راح تصير سبيكن حصلت صفر ليش لان هاي السبيك تصير سبوك طيب إذا هنا ماضي مقابلها ايش راح تخلي يا ابويا؟ ود انسر ود انسر راح نخلي ود انسر ايش في هذا استاذ اريد انشاء الوحدة الثانية وهنا ما اعرف ايش داز لي خلينا
يلا يا ابويا خلصنا؟ لا ما خلصنا. مرشح لكم فراغين؟ ما مرشح لكم فراغين. اريد واحد يحل هاي الجملة. يا سبع يا بطل. يلا علي، علي الاكبر. لا اريد علي الاكبر، صار له ساعة رافع ايد الرجال وما يحكي. خلي يلا سرى. اس ايه الاس نفيها شنو هو؟ دوز دوز. عافية. تقول استاذ هنا لقينا وول. عافية. سدي ماك سدي ماك. لقينا وول. جيد. هاي الوول إذا الفاعل البلين مفرد نحط اس وبالنفي doesn't، وأنا ما دام عندي نفي إذا نصير الجملة doesn't leave. نجي على الجملة اللي وراها. من السبع اللي يحلها؟ تفضل. لا لا العينتين. شوف كيف شلت ايدك. يلا. مو زين. يلا عيني أبو الأصفر. عافية. لقينا بلايد ماضي. شو تخلي مقابل الماضي؟ خلي مقابلها ويت. إذا راح يصير ويت جوين ذهب. يلا دينا واحد بطل. حوراء إبراهيم. يلا نعم الله. ثانية. إيه. ثانية أنا مو بلاي صار بلايد. واردة عندنا بلاي صير بلايد. جيد. من عنده سؤال في الشرطية خلي يرفع ايده. هاي مرشحات بس اكيد اكو نقص الزيرو قصدي غير ما مرشحينها. تريد اشرحها؟ بعد سرعة علي شنو سؤالك؟ هذا يعطينا قوسين يعطينا السكند والفيرست بس؟ لا اذا اعطاك قوسين لا يعطيش واحدة من ذني لو فيرست لو سكند لو ثيرد واكثر شيء جيب من السكند. شيء ما اسماعيل إذا فراغ واحد ما يعطيكم منطوق سؤال. تشوفون إيش موجود تخلون مقابلة، وإذا فراغ يعني يعطيكم منطوق سؤال. سيدي ماك سيدي ماك. شيء ما إسماعيل. بعد ما قرر شيء نبدأ الحاكم. بعد ما قرر شيء في الشرطية. لا ما في. لا شنو حالتين؟ أنا شرحت لك هسه ثلاث حالات. الزيرو ما. لا يعني لا أفهمت يعني هاي قرأتين. أو قوس. دقيقة دقيقة هنا تخيل أنت داخل عند مدرس مو؟ يعني الحالة الأولى اللي شرحت لنا إياها أو ذني تجيني يمطيني ذني. جاي عند من داخلك؟ هاني؟ إي؟ عندك مو بدرس شنو؟ لا ما شرحت ليش غير ذني، شو متعجبة لا تقول. إيه ذني، بس تعرف إنه بس ذني أكو غير شي لا؟ لا ماكو ماكو غير شي. نجي الى الريبورتيد. يا هلا بالريبورتيد. ايش بيه الريبورتيد استاذ؟ تعالوا نسولف لكم على الريبورتيد. سبع خطوات لازم تطبقوها. منطوق السؤال اسمه ريبورتيد. جيد. اولا نضع المتكلم في بداية الجملة. أنا راح أجيب المتكلم أريد أخليه في بداية الجملة. من هو؟ هي أسمي. ورا ما خلينا المتكلم في بداية الجملة ثانيا ننزل أداة السؤال، وإذا ما لقينا أداة السؤال أو نضع الإف. عندنا أداة السؤال هنا. أي نعم نزلنا الوات. حكي ورد. إذا نضعنا خلينا متكلم بالبداية، نزلنا أداة السؤال، ثالثا ننزل الفاعل. هاي دائما ينسوها الطلاب. وين الفاعل؟ اليو فاعل. اليور مو فاعل. اليور مو فاعل. شاور احنا لا 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 ل
نقطة 25 اي يابا ها اليو فاعل اليور مو فاعل زين فيفوريت لا فيفوريت صفة شاب بعد بس روت هي بس روت هذا الفاعل هذا يصير له فاعل مركب نزلنا الفاعل خوش وراها حذف ايش نحذف يابا نحذف الدو والداس ويقلب الفعل ماضي زين واذا ما لقينا دو داس حذف الدت حذف الدت ونضع ايش نضع نضع هادو تصريف ثالث زين وسار اذا ما لقينا يقلب من هو الفعل المساعد للماضي زين هسه شوفوا لنا هاي الجمله بيها دو داس بيها دت لو بيها فعل مساعد من هو فعل الماضي مالتي الاز واز تبقى عندنا مسألة تحويل الضمائر أنا عندي مي اليور تصير ماي اليور تصير اي واليور تصير ماي ها؟ تبقى حسب المصحح أغلب المصحح يقول صح بس يعني توقع لك بواحد متعارك ويا مرته ما مسويت له ريوك اي يلا يا عيني نجي على هاي الجملة اولا شو نسوي لعد حلها اني شو نسوي نضع المتكلم شي اسد وين المي ها ضيف من عندك مي ثانيا اداة الاستفهام خليف من عندنا ثالثا أربعة دودس ديت فعل مساعد هذا الصير هاد شلون ماكو هاف يصير هاد انزل بقية الجملة اللي هي أذا هاد a scary experience when flying نجي هنا ناش عندنا ابويا مين اليو صير اي نفس الحل نعم نفس الحل يلا حلو نهاية الجملة يلا يعني يلا فوفا حليها نعم الله عليك هذا هو المتكلم في بداية الجملة هاو لونج المتكلم طبقي على صفحة طبقي على صفحة طبقي على صفحة منو ما قال لا لا راحت 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 بعد راحت راحت يلا خالة نزل هي آست حطين مين من عندك إذا الجملة بها نقص ما حطيت ليش ما يخاف زعلي هنا أحسن ما زعلين بالوزاري نختار إن حوراب يعني ما يصير بس نمي طلاب البقية وين خلينا نشوف حاس بس زهورة تعال 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 زهورة يلا نعم الله عليك إذا نزلنا المتكلم بالبداية نعم هي asked me ثانيا نزل أداة الاستفهام أداة السؤال أو نضع هنا نعجب هو تنزل شو عندك؟ شو عندي هو اي نزلنا الهومو عافية حصلت صفر طبقي على صفحة سولفي
ما عندي شيء طبقي على صفحة سالف. He asked me how long. ثلاثة ما يصير هيك شيء. ما يصير باكر امتحانكم سولف. نعم ذا مو كلمة ذا تريننج المن هاد بن ذا مو فاعل. لا لا انا ما قلت نجي الى موضوع اسمه ريجريت. نجي الى موضوع اسمه ريجريت. خير استاذ ايش بيه ريجريت؟ انا اقول لك راح ناخذ الجمله الاولى. ايش بيها الجمله الاولى؟ ورا ما اخذت الجمله الاولى راح تخلي اف اونلي بصف الاف اونلي راح تخلي فاعل, وبصف الفاعل راح تخلي هاد للنفي هادنت للمثبت. ساتغب غلطان؟ لا ما غلطان. وراها يجينا تصريف ثالث للفعل. تبقى عندي ملاحظة عند عدم وجود unfortunately. هاي unfortunately إذا ما موجودة, هاي unfortunately إذا ما موجودة صح بتفضل عليكم. ها شوفوها هاي كل يومية تقعدون الصبح تبوسوها على راسها وسود بيها رجليها. هاي إذا ما لقيتوها هاي البركة مالت البيت تروح لليو سويها آي, تروح لليور تصير ماي, تروح للألوت أوف تصير سو ماتش, تروح للصام تصير بيس, وتروح للتو لا السو تصير لا التو تصير سو بعد واحدة الباد تصير جود. خلي اقول لكم شغلة, احنا 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 الاساتذة نفسنا احنا شو هي ما ندري ليش تحولت. منطقيا اذا بقت نفسها عادي ماكو اشكال. وهذا سؤال انطرح قبل كم يوم قلت لهم نجي هسه نحل هاي الجملة. ايوه من يحل لنا اياها؟ هل طبعا اللي يشوف الكتابات على القيس مالتك يقول هذا اسمه مخلف. هذا رادوا يعينوه بالمجلس الاعلى مالت اللغه الانجليزيه بس ما طلع. يلا سولف شلون؟ خلينا اف اونلي فاعل استاد هاي نجل استاد مثبت استاد هادنت هادنت تصريف فاعل في اللغه تصريف ثالث للإيت. الإيت ماضيها أي تصريف الثالث مالتها إيتن. Three bars of chocolate. ليش يابه؟ ليش ما حافظين؟ سؤال عندنا كلمة unfortunately يعني ما نحول ها؟ ما نزلها اريد بس الجملة الاولى. يلا اريد لنا واحد لك هاي وين؟ هاي وين ما وين؟ احنا موعدنا مو بثلاثة لا تدر وين شك راسي 50 واحد راسي يا اللي عنده شغله مهمه يخابر والله خابر يدز لي رساله ها ساعه المخابره خابر على الرصيد المنسبة بكل صفحه موجوده رقم زهراء زهراء مين استاذ بلية بلبول مين يلا ما شفت الحل؟ لا والله ما شفت. يا يا وسام. تفضل. تمام.
شاحت اللي هي عصابت يلا دقيقة صار عندي نزل الـ if only نزلنا الـ if only اللي هي تنزل اللي هي تنزل عندي هي جملة مثبتة مثبتة صار من فيه هادنت هادنت طبعا ما موجودة عندي unfortunately لا لا وين 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 ورا الهاد انت شعدنا ورا الهاد انت شعدنا تصريف السين صير فال لا صير فال يصير فال اوفا during the rice اكو تحويل لو لا لا صار ماكو ليش ماكو ماكو يعني يوصل تحول الى اي ماكو يو ار مي ماكو لا دقيقه فرضا فرضا عندي يو فرضا عندي يو يلا جاي نتحجج اذا عندي يوصل اي ليش ما موجودة unfortunately ما موجودة unfortunately لا موجودة بس ماني طالعة ما هم عندي ترديت الحين قسم انجليزي مستقبل الطلاب ضاع مستقبل الطلاب ضاع سؤال فينا وين حاس باس يلا عيد ابو كذيلة اول شيء نزل الاف اونلي خلينا الاف اونلي نوبل فاعل نوبل فاعل يو يلا ونوب اثناء نحطها هادن هادن اي عافية شنو التصريف ما تري ذا انتم ما ملاحظين كل المواضيع محتاجة تصاريف يتشابه تحسون على راحكم وتحفظوهن اه يعني حافظهن حافظهن شنو مين قالك ما حافظ تعال امتحنك بالعشرين بالمية الزم تمتحن بالعشرين بالمية ها لا هي احلى شيء لما واحد يقول له حافظ يقول له نص ونص اقول له شنو النص اللي حافظه قالها مو نص يعني اكو 20% اكو شويه هذا على ما تشذبون عندنا تحويل drink a lot of coffee عندنا تحويل اي الالات اوف شو تصير اخ يا قلبي اقول لك بس لا انت اللي جيت خابرنا قبل شويه نهايه رقم 33 بربك انت مو جايني هنا انا قديم ذاك يا بيت هيريتش لا هنا 2021 هنا اي مو انا مدرس طلاب بال 2018 هناك انا 2021 هناك ايش بدري انت بال 2021 هنا انا قلت لك القديم والجديد قلت الجديد اي مو جيت قبل بيت ادرس بيه طيب يلا ورقة وقلم وحلوا لي هاي كلكم الجملة الأولى راح أشر لكم يا حدها لهنا هاي الجملة الأولى يلا حتى الطلاب على الانترنت هاي الجملة الأولى تفضلوا خطيه جاي يا نسينا محاضرة الترجمة
لا اليوم لغيناها خطية على من طلاب الدور الثاني خطية والله يكسرون الخاطر هس 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 لو تشوفيهم كانهم يتامى والله أنا سألت كل ما لو أنا وياهم هسألت شان شوف والله العظيم كان هسه ما ضحكت هي أحلى شيء الطلاب اللي نجحوا هسه قاعد يضحكون يا رب إن شاء الله كلهم ينجحون ويضحكون يا رب حق محمد وآل محمد يا رب كلهم ينجحون ما عدا اثنين لا كل تنجح خطيه الكل تنجح لا والله ما عدا اثنين خطيه مساكين يوم لكم ان شاء الله يلا خلاص الوقت تعال نحل راح نخلي اف اول لي خلينا اف اول انزل الفاعل اليو اقل باي لان ما عندي انفورشنتلي منفيه تصير مثبته هذا ريفايز تصريف ثالث ما ريفايز ريفايز فور اليور تصير ماي جيوغرافي اكزام اند اليو تصير اي جوت ا جود مارك اي الباد تصير جود صفر سؤال منو حل مضبوط 100% جيد ها وانت يا عيني بي ولا عاد غلطان والله الله اكبر نشوف مضبوط هو انت هي الاي صح هات تمام ريفايف جاوب البطيئه بارك هذا البطيئه بارك شو سوى البارك انا بخش شو سوى يلا يا بي نروح للموضوع الوراء الموضوع الوراء هنا عندنا يت بس هنا أنا لازم ندرسين كلهن مو بس اليت شن استاذن اللي راح ندرسين كلهن هن ثلاثة شوف حبي راح نخلي فاعل اي والفاعل يجي وراء شنو يجي وراء هاف للجمع وهاز للمفرد شوف انا اكتبها بس ما راح العفو احكيها بس ما اكتبها على مود ما ياخذ مساحة كبيرة ما تتيه يجي وراها لو جاست لو اوريدي لو نفا وراها يجيني تصريف ثالث للفعل اذا انت يصير بالك على ذني هذني وين ما تلقاهن في حالة الفراغات او الاختيارات يصير شغلهن على هاي القاعدة خلصت لا عندنا افا العفو عندنا هاف تجينا بالبداية حالة المفرد هاز شي يجي وراها يجي وراها فاعل شي يجي ورا الفاعل يجي أبا شي يجي ورا الأبا يجي تصريف ثالث للفعل بس دير بالك يجي بالأخير علامة الاستفهام زين وهاي لا هاي يجي بالنقطة بالأخير إذا شغلنا وين شغلنا يم الأبا طيب عندنا فاعل العفو هاف حالة المفرد هاز زائدا فاعل زائدا تصريف ثالث للفعل وبالأخير نخليت بيها علامة الاستفهام ركز أكويت بيها علامة الاستفهام خوش لكن أكو يجينا فاعل بحالة الجمع هافنت وبالمفرد هازن زائدا تصريف ثالث بس هاي بيها يت ما بيها علامة استفهام ساد هاي شو وقت يجينا أعيد هذني يجينا فراغات أو اختيارات أعيد فراغات أو اختيارات نجي هنا شو لقينا وإذا لقيت يت بها علامة الاستفهام ها فاعل تصريف ثالث
يعني راح تصير have you booked. المفروض هاي ما اخليها هنا بس صارت بالغلط. افا لو نفا، النفا بدايتها فاعل والافا بدايتها علامه استفهام، عفوا بدايتها هاف، النفا نهايتها نقطه والافا نهايتها علامه استفهام. هسه هنا لقينا بالبدايه هاف ولقينا بالاخير علامه استفهام، اذا ايش راح نخلي؟ خلي افا. نجي على هاي هنا يقول لي يا با انا اريدك تاخذ الجست خليها بالفراغ. هو شنو قاعدة الجاس؟ اريد يلا فوفا سؤال فينا. يلا يا فوفا. ما تحكي فوفا. من هلا 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 بالسيد. تفضل. نعم. 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 مال البراصير برو زي سال. وإذا أريد أخلي من عندي عادي أخلي من عندك، عندك بوك كتاب، الكتاب أختمه أنهيه أقرأه. نجي على هاي الجملة. هير إيش فيها هاي الجملة؟ عشان كان مقطوع الإنترنت عن الجماعة. آسف شباب الخطأ يمي. نعتذر طلاب الانترنت انقطع من يمي. اوكي هنا انا شكل استاذ فهمنا على هاي، تعال فهمك عليها. شبابنا الطيبين ايش عندنا؟ اذا لقيت سنس أو لقيت فور، أعيد، إذا لقيت سنس وفور ولقيت قبلها فراغ تخلي هاف بن زائدا اي ان جي. لكن إذا لقيت سنس أو فور ولقيت قبلها فراغ بفعل ساكن صير هاف زائدا تصريف ثالث بحالة المفرد هاز. هسه نجي هنا، تعرفون الأفعال الساكنة لو لا؟ تعرفين؟ ها؟ ما يعرف. الأفعال الساكنة هي البي، هاب، نو، ليف، ويك، لا شنو؟ سي، لايك، ووك حطيناها، لاف، زين. المهم أجي هنا إيش لقينا؟ الفور شو نخلي قبله؟ خلي هاف بن تصريف ثالث هاز، العفو هاف بن اي ان جي، هاز بن اي ان جي. نجي لهاي الجملة، وين رحتي؟ يلا، بويا ايش لقينا؟ لقينا سنس وقبلها فراغ، شو تخلي بالفراغ؟ هاف بن اي ان جي، هذا الفاتح مايك هنا خابص الدنيا. السلطاني، وين السلطاني؟ لا ما احكي على التمر، احكي على هذا ولد السلطان. طيب رحاب الجبوري. نعم تفضلي، هاي الجملة إلك. لقينا فور وقبلها فراغ، شو تسوين؟ صابت. مايسه نروح الفوفة. يلا فوفة. ايوه مستر عيسى ركزوا يانا ما راح تنسوا. لا ما تخلينها، لا 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 لا، انت لقيتي فور وقبلها فراغ بفعل ساكن. لقينا فور وقبلها فراغ بفعل ساكن، نخلي بس الهاف وتصريف ثالث حالة المفرد هاز. ليش هيك يا امه؟ هسه نجي على الطلاب الموجودين هنا. خطية والله. ناخذ بعد أمثلة عن هذا الموضوع حتى يثبت
بالجمجمة، أنتم قاعدين بالامتحان وعين الله عليكم وجدكم هاي الجملة، ناخذ واحد منا واحد من الانترنت قال لنا يا بش شي درايف فور اناوا، من يحلها من هذا؟ يلا has been driving ing وين نروح؟ نروح للطلاب الموجودين على الانترنت. قال يا با they worked there since 2001. من يحلها من هنا طلاب الورود؟ وينهم السباع اللي يخافون؟ وينهم؟ اختار واحد. همسات. وين همسات؟ يخافون ما يشوف. من حلها؟ يلا. هاو؟ لا. هاو تصريف ثالث. لا قلت لي هاو. ارجع للتسجيل بعدين وشوفه. ها يعني استاذ اذا لقينا سنسو فور وقبلها فراق نخلي هاف بنواي انجي، اما اذا لقينا سنسو فور وقبلها فعل ساكن نخلي هاف وتصريف ثالث في حالة المفرد هاز وتصريف ثالث. استاذ ان شاء الله مفرد صاير عليهم انقطع عندهم الانترنت. دقيقه دقيقه. اي سولف سولف استاذ. انت عارف الجمله مفرد لو شنو؟ مو هسه قلنا الهي والشي والاثم مفرد والآن. اي لحظه للاخوات تقول قبل شلون؟ قبل الفراق؟ لا قبل الفراق الفاعل. اي نعم الخلل يمه انقطع الانترنت. ما كنت اصيح عليكم اقول ايش فيهم ذولا جبانيه ما يجي على خطيئتهم فوق الضيم والقهار يجي استاذ علاء يتنمر عليكم ينشر عليكم نكات. سمعونا طلاب صوت واضح؟ واضح جيد جيد. الله يحكي عليكم حشي. يلا هسه خمس دقائق وناخذ استراحة. خاف واحد يريد يطلع يغسل والله يدروا لا لا بعد 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 هاي الأسئلة كلها تعرفوها بنهاية المحاضرة. تعالوا يابا خلينا نسولف على الهاو ماني. أو لا عندنا هاو لونج. هاو لونج يجي وراها هاف والهاف يجي وراها فاعل والفاعل يجي وراها بن زائدا اي ان جي. هاي قاعدة الهاو لونج. أعيد قاعدة الهاو لونج هاف وفاعل وبن اي ان جي. ولكن اذا عدنا فعل ساكن طفي الباكر روح عليه. اذا عدنا فعل ساكن راح تصير هاو لونج زائدا هاف زائدا فاعل زائدا تصريف ثالث للفعل الساكن. لا استاذ ما افتهمنا. اريد واحد بطل يحل هاي الجمله. انقطع الانترنت. وهسه سول هاو لونج ورا الهاو لونج شلون؟ هاف الفاعل يو هذا ساكن. لا مو ساكن خلي بنو اي ان جي بالليرنينج وننزل التكملة. هسه بدنا واحد سبع لنهاية الجملة. يلا طب الشباب اللي موجودين على الانترنت على سبيل المثال موموي موموي 72 والله هاي كاتبة اسمها موموي. لا مو موي مريم احنا يلا حلها.
نزلهم ما طلع الجملة كلها. إيه ما لك علاقة بالجملة كلها. تفضل هاي الجملة كلها. نزلنا الهولون. غلط صفر اطلق على صفحة سيلفي هولون هاف يو صير تصريف ثالث لا 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 لا, لا. هاي سالفة فيها كلها سمعتك انت معاها هذا البي فعل ساكن يلا بالشباب سولف لنا ايش لقيت هنا هولو هذا الفعل ساكن لو لا لا مو ساكن اذا نطبق هاي القاعده ايش تقول هاي القاعده هولون خلينا الهولون هاف فاعل حطينا بين اي ان جي لما نحطها رايتينج مو زين شلون؟ ما لقيت لا هو لازم يجيب لك يو ذي اي فعل حطنا عندك؟ فاعل قصدك اي اي فاعل خلي من عندك هسه هنا لقينا فعل ساكن اذا نطبق هاي القاعده شو تقول هاي القاعده؟ تقول هاو لونج هاف يو تصريف ثالث مالتن نان هنا لقينا how long والفعل مو ساكن نخلي how long the have you been cooking والله هاي شغله بالانترنت مو يمنا طلاب كلكم الشاشه واقفه عندكم اذا المشكله يمش حجيه هنا يا شباب عندنا حالة شاذة تنحفظ حفظ يعني إذا لقيت دروب حاطيها بين قوسين راح تصير هذا دربت ليش ما في ليش شلون ما في شلون لا إجت مرة يصير هذا بس هو ما يجيب لك يعني زين بعد هاي الحالة الشاذة الثانية اللي يبغى اشعلكم اياها الاسليب يصير has been sleeping لا يجيب لك منطوق سؤال ولا يجيب لك ظرف. خطية والله والله كسرت خاطر استراحة 10 دقائق وبعدين نرجع. يلا يا ابن بسم الله. شنو هاي استاذ؟ هاي يا بعد قلبي شنو هذه يا بعد قلبي يا بعد بيتي السالفه كالاتي شنو هو اذا لقينا بيكوز ولقينا افتر ولقينا وراه الفراغ هذا الفراغ راح تخلوا له هاد زائدا تصريف ثالث اذا لقينا بيكوز وافتر ولقينا وراه الفراغ نخلي هاد زائدا تصريف ثالث اللي ما حافظيهن زين خلصت؟ لا ما خلصت شنو هنا أنا؟ هنا أنا إذا لقينا أنت ولقينا بصفها فراغ بكلمة change إذا لقينا أنت وبي فراغ بصفها فراغ بكلمة change شو راح تسوي؟ had في حالتنا في hadn't changed يعني هنا أنا لقيت أنت وصفها فراغ الفراغ اخلي هاد بالنفي هادنت وتشينج احط لها ايدي زي استاذ وهاي قبلها شلون هذا الفصل الاول اذا لقينا باست ولاست واجو يسترداي قبل فعل للماضي مات زين اكو مشكله حلو هسه ركزوا وياي يعني. اكو منطوق سؤال اسمه correct the sentence صحح الجملة اي ويش بيه هذا صحح الجملة اذا جتك جملة وقال لك صحح الجملة تشوف ما عندك لا فراغات ولا اختيارات يقول لك صحح الجملة
ايش راح تصخم؟ انا اقول لك عندك ثلاث احتمالات. اذا لقيت فاعل what you want English what you want no I said wow no then why you just on Thursday then why you give it to me 1 hour all day no not one at night okay 1 hour now or at night you have to choose at night now I want you to take your bike and go to your grandpa home and playing out there اوكي لا ان شاء الله وياكم ان شاء الله مالك واريا ها يا اذا لقينا فاعل زائدا فعل ماضي تقلبوها الى فاعل زائدا هاف بالمفرد هاز زائدا تصريف ذات وبالعكس واذا لقيتوا فاعل زائدا didn't زائدا فعل مجرد راح تقلبوها الى فاعل زائدا haven't زائدا تصريف ثالث واذا لقيتوا did زائدا فاعل زائدا مجرد راح تقلبوها الى have زائدا فاعل زائدا تصريف ثالث والعكس بالعكس منطوق السؤال شنو استاذ correct the sentence يعني يعطينا جملة ويقول لي صححها اريد واحد من الانترنت صحح لنا هاي الجملة يلا يا سبع يلا فوفة ايش لقيتي ايش راح تسوي وفعل مجرد ها ما لقينا فعل مجرد لقينا ديدي وفاعل تصريف المن نقلبها هاز لأن عندنا سلوى الفاعل سلواز فاميلي تصريف ثالث مالت الموفت هو نفسه موفت جيد نريد لنا واحد بطل بطل همتا يقول لي correct the sentence ايش لقينا والمن احولها يلا شباب اقول طلاب راحه وش خليت تعال اشرح لك اياها هسه يلا موجوده بس شرحناها اكثر من مره ما موجوده بس شرحناها أكثر من مرة يا سبع ماكو سبع يلا سوس يلا يعني سبع. من قلها نص سبع راس لو رجلين لو باد شلش يلا لقينا فاعل وفعل ماضي المن أقلبها نزلنا الفاعل هاز النفى مكان النفى مكانها ورا الهاز التصريف الثالث مال تيل وينت بن يعني احنا نخيطها من صفحه تنفدق من صفحه يلا ايضا كوريك ذا سنتس اريد لنا واحد من الانترنت واحد سبع بطل شهد مجيد نعم ستة مالك يا غيري يلا عم آسف طبق على صفحة سلطاني لا ستة لا لا ستة لا ستة فدوة خلينا أنا أحاول أنا يوم وياكم لقينا فادية اسم مفرد لا لا أوف أوف إحنا شلق إحنا شلقينا من قاعدة وإلما نحولها لقينا فاعل زائد didn't زائد المجرد شنو الفعل مجرد ما أعرف عافية إلما تحوليها إذا لقينا فاعل زائدا didn't زائدا مجرد إلما نحولها أحولها فاعل وأخذ هابنت هازنت تصريف ثلاث ماتي لسبيك سبو سبوكن استاذ أنا كنت شو ما قارئ فما أعرف خوش
راسليني ورا المحاضرة حتى دز ليش رابط مرتب يفيدك. طيب ابقوا يانا يعني بنهاية المحاضرة للطلاب يدورون خمسينات حتى نفهمكم شو سوون. نجي هنا أنا. هذا الموضوع شو اسمه؟ شلون؟ هذا اي موجود بمنزلة رالاتيف. يا بشبي هذا الرالاتيف، تعالوا نسولف لكم على الرالاتيف. قاعدة الرالاتيف اولا حذف اللي هي ونضع بدلا منه ونضع الجملة الثانية بعد الاسم المذكر. بس استاذ ما عندنا هي هنا، ها ما عندك هي، خلي حذف الشيء ونضع بدلا منها هو ونضع الجملة الثانية بعد الاسم المؤنث. بس استاذ ما عندنا شيء. طيب خلي تولي حذف الات ونضع في بداية الجملة ذات ونضع الجملة الثانية بعد الاسم الغير عاقل. استاذ ما عندنا ات. خوش حذف الهير والذير ونضع وير وانا خليها بين الجملتين. حذفنا هنا لقينا ذير، راح احذف الذير راح احذف الذير ونخلي وير بين الجملتين. ما عندي ما عندي ما عندي نحذف الات اي ونضع الجمله الثانيه بعد ها الغير كلمه غير اسف خطا مطبع من عندي. يلا ايش لقينا؟ لقينا هي احذف الهي واخلي نحذف الهي ونخلي مكانها هو ووديها ورا الاسم المذكر. حذفنا الهي وخلينا مكانها هو ووديها ورا الاسم المذكر. يعني ارجع الهي مكانها، انا شغلي مو يم الهي. نحذف الات وش نخلي؟ بس الذات نخليها هنا. وين اخليها الجمله؟ الو يعني استاذ شلون 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 استاذ فهم؟ انا فهمكم راح تصير هز كان اجيب الجمله الثانيه ذات هي باوت لاست مانث ارجع اكمل الجمله الاولى هاز بروكن داون. عيدها استاذ. يلا اريد ان حلوها ورقة وقلم بسرعة بسرعة افتح عليكم واحد واحد. نفى نلا ها شوف الجملة الثانية ايش فيها هيلو شيلو ها راحتكم اهلا وسهلا ويلكم. فما اطلبكم فلوس حرامات حرامات ها؟ روح للجملة الثانية شوف شكو بيها هيلو شيلو اتلو هيرلو ذير عندك ات عندك ات شو تسوي بالات شو تخلي مكانها بعدين تاخذ الجملة الثانية وين توديها خلاص يلا اشتغل لا مو خوش نعيد تصوير طلع مو ذيك الصوره لا ما طلعت اسوي جوك ساتشا وحنا طلعت ساتشا وحنا شنو انت الصوره حطينا وياك خش سيلفي سيلفي نهايه المحاضره نعطيك سيلفي ما ذكر هسه ما شفت شو سوى ذكركم؟ لو أمير هنا أنا إيه تأخذ سنة راح أجيب لك شغلة تتقن شون؟ راح أجيب لك شغلة تتقن مجيبت لك كوب كوب هيك
غير حاطه اريد اشرب من عنده حاطين جهاز ترسون شاي ويشربون بيه. يقول كم شيء هيك يفترون بيه يقولون هيبه. لا شلونه اسود مرتب. يلا نحذف الات نخلي مكانها ذات وناخذ الجمله الثانيه ورا البوك. راح تصير الجمله the book that has information I wanted. ارجع اكمل الجمله الاولى was missing. وين حلت ما حلت. إذا حاطينك فعل بين قوسين يردون بس الجملة. ما عندك فعل بين قوسين يردون جملة كاملة. ما هذا حلته كامل؟ الموضوع كله جاي شرحته كله؟ أعيد لك. تعال حبي. تعال يا دلب. هاي جملتين شاذات عليك لازم تحفظهم. اللي هي 54 و 55. ركز وياي قلبي وحياتي. ها استاذ شكو تعال افتح سامي ايش بيه سامي goes to Egypt خوش نقطة he is very rich تعال يا عبد قرأ لي النقطة الأولى شو تقول النقطة الأولى النقطة حالف فيه رضا بدل منه وشو توين توديها بعد الاسم ولا عادي. شو راح نحذف هسه احنا؟ نحذف هي. حذفنا الهي، شو تخلي مكان الهي؟ خلينا مكان الهي، وبعدين؟ قرا لي القاعدة. عافية ونضع الجملة الثانية وين؟ بعد الاسم المذكر. أنت ليش ما أنت عندك عداوة للقراءة يعني مثلا؟ والله شرحت هيك. طب هاي كتاب مكتوب قدامك. مو هاي مكتوبة قدامك الكتابة لو لا بس انت شنو هسه انا شايفك تقرأ لهنانة وتسكت باي يصير غير كملها كلها وين كملتها الا صحت بيك طيب I see نور in the garden she is happy لا هو نروح للجملة الثانية شو لقينا بالجملة الثانية شو نسوي هالشيء؟ ونضع شوف سمعتوا ايش قاعد يقول؟ نضع بعد اسمه يقول نحذف الشيء ونخلي هو ونضع بعد اسمه مذكر ماكو شيء قرايه هاي قرايه مال واحد شلون ما كان اقرا الجمله اقرا الجمله عدل ايه حذف شيء حذفنا الشيء حط مكانه هو حطينا مكانه هو ونضع الجملة الثانية عافية هسه التوردة نضع الجملة الثانية ورا الاسم المؤنث وين المؤنث؟ نور نور اي هاي خطأ بطبعي اذا المشكلة يمك قاعد تقرأ كلاوات اقراها عدل راح تفتهمها نحذف الشيء نخلي هو نخليها نخلي اسم مؤنث شنو ما افتهم انا ما افتهم الشيء من عندك يلا يا بي وهسه وين راح نروح الباسي يعني عبره
باسف. باسف معناه مبني للمجهول. من تجيكم جملة لازم تشوف هاي الجملة. هاي الجملة يا بي هل هي بيها فعل مساعد؟ لو هاي الجملة بدون فعل مساعد. طيب هسه شوفونا هاي الجملة بيها فعل مساعد لو لا؟ ها اذا ما بيها فعل مساعد انا ايش راح اصخم ولا اضم؟ اولا حذف الاولى وتقديم الثالثه، وبعدين ننظر للفعل، اروح اتنوع للفعل. ايش بيه الفعل؟ اذا كان ماضي راح نخلي was زائدا تصريف ثالث في حاله الجمع where، أما إذا كان مضارع راح نخلي is في حالة الجمع are زائدا تصريف ثالث. تعال يا بخ نطبق على هاي الجملة. قبل لا نطبق الأفعال المساعدة شنو؟ الأفعال المساعدة هي is am are was is am are was where well وكان have وhas. يا فضل هاي بيها فعل مساعد، نحذف الأولى ونقدم الثالثة. وينها؟ my wallet. نتنوع للفعل took، ماضي لو مضارع خلي was وتصريف ثالث مالت took taken. زي صار ليش ما نعتمد على الباس واللاس ولا go yesterday؟ مو دائما يجيبون ذني. نعيد. اكو فعل مساعد لو لا؟ لا. نحذف الاولى ونقدم الثالثه. انجلش. ننظر للفعل ماضي لو مضارع؟ مضارع. از وتصريف ثالث. كلها سهل. تصريف ثالث مال تيتش. ها كلاسيكيه. اكو واحده تسمي نفسها كلاسيكيه. ها كلاسيكيه يلا ايش تردين؟ كلاسيكية. مش مدري اني مسمي نفسها كلاسيكية. تصريف ثالث مالت التيتش تاوت. نجي لهاي الجملة بيها فعل مساعد لو لا؟ ايه. زين هسه ذا بيها فعل مساعد ايش راح نسوي استاذ؟ اولا حذف الاولى وتقديم الرابعة. ثانيا تنزيل الفعل المساعد مع الإضافة، يعني إذا نزلت الإز والآم والآر والووز والوير راح تخلي بينج زائدا تصريف ثالث. زين إذا نزلنا الووز والوير هم راح تخلي بينج زائدا تصريف ثالث. زين إذا نزلنا الكان والوول راح تضيف بي زائدا تصريف ثالث. وإذا نزلنا الهاف والهاز راح تخلي بن زائدا تصريف ثالث. يلا أريد لي واحد يقوم يمشخط لنا شوية. تفضل ابو الشباب. اوكي. لا دقيقه دقيقه، هذا ابو الاسود قاعد وساكت ما يصير ترى. يلا تفضل، هاي بيها فعل مساعد لو لا؟ يلا شو تسوي؟ يعني بيها اذا بيها فعل مساعد نحذف الاولى ونقدم ثالث كلم. ها احكي عدل. يلا. بوي اقرا لي النقطة الأولى. إي وين هالرابعة؟ أور هاي مو كلمة الأور. أور هوم وير هاي كلمة مركبة. هوم مو خذ يوم أعطيناكم الإضافات. هوم وير لا عشان ما أعطيك إياها. قلنا لك أكو كلمات ملحقات الاي والاي ان والذا والهز والهير والذير واليور والاور والماي والذيس والذات، هذني ما يعتبرن كلمات، هذني ها والذيس والذوز هذني تجا ملحقات يعني تابعه للكلمه. شنو ما اعطيتك اياها؟
تدامل لو ما موجود لو ما منتبه لو ما تدري لو ماكو ابد اي فد يوم اي فد يوم بنفسه 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 لا والله صار اي شيء طيب اي شطك يا حظ حظ الشباب اي بس هاي بس هاي بس هاي بس هاي يلا نرجع نكمل كمل حبي خلي قلبي تصريف سادس يلا شو التصريف الثالث مالتي اللي قريت طلها ايدينا على ابديسكم هسه شو ترد علي هذا ها يلا اريد واحد منها ترد يحل لنا هاي الجملة من يحلها اسكت هسه تقول لي ما ماخذين الذهن يلا حورا ابراهيم حورا ابراهيم عندك فعل مساعد لو ماكو فعل مساعد نعم استاذ عندي نحذف يعني الجمله الاولى الكلمه الاولى ونقدم داروم داروم والله عمي بطلة هي. نحذف فعل مساعد اي بينك شو التصريف ثالث ماي كليننج ايدي اي هي صححتها لا ما ما عاشت ايدي هنا عندنا ذني يعتمدا عليكم شو اذا استاذ هذا ترتيب الاوردر خوش حكي يعطيك يا اما يعطيك انسكرامبل او يعطيك اوردر زين شلون اميز بين المال الثاني والخامس اي واحدة اسمها ها لا ذي تلف كل ما تحط لك بين قوسين بس هاي سطر لك اياها سطر لا ما الفصل الاول زين نجي الى شنو يابه فيوتشر ان ذا باست شحل شحل هاي مال الترتيب هي عليكم هاي محلولات يلا يابه فيوتشر ان ذا باست المستقبل في الماضي يابا هذا المستقبل في الماضي يقول شو يقول يقول والله اذا لقيته از اذا لقيته از وام تحولوها ووز واذا لقيته ار تحولوها وير واذا لقيته وال تحولوها ويت وكان الله يحب المحسنين وعندنا حاله واحده شاذه ما لا لا دقيقه شلون هنا عندنا is نفس الجملة بس ال is يصير was هنا نفس الجملة بس ال والله يصير wait خلصت شو مثال القاعدة شو تقول ال is يا بل is يصير was نفس الجملة تنزلوها بس انت ضلطك تكسور ضلطك تكسور اقولك تنزل الموبايل بمكانك الامتحان الـ is صير was والـ are صير was وير والـ والله صير وير خلاص وتنزل الجملة مثل ما هي ها؟ هذا شو اسمه الموضوع؟ اسمه future عنوانه future in the past المستقبل للماضي اكو ان شاء الله اذا اقولها صار ساعه بس خاف اخاف يسمعونه لاحظين كهرباء ما طفت من الثنتين لحد الان ها لا لا زين هسه يسمعوني هسه يسمعوني يلا يلا الموضوع اللي وراء اللي ها شو بيش امه شو تقول قول لك حلو على فيوتشر ها يا بي يلا she is reading the text قالت يا بي سوي لي اياها future in the past فانت من تسوي future in the past كل شي ما نسوي بس نفسها الجملة اخذها نفسها اروح اوديها لورقة الامتحان بس ال is صارت was صفر ليش يعني تكتب له بس الصفر ليش لا ماكو مثلا باكر امتحانك ماكو مثلا
مثلا مثلا يلا هنا عندنا منطوق سؤال مال هذا الموضوع اسمه اوردر. شاف شنو هذا اللي قلت لي عليه اسمه اوردر. يابا شنو اوردر؟ يعني ترتيب. شنو اللي ارتبه؟ ترتب ثلاث اشياء مهمه. شنو هاي ثلاث اشياء مهمه؟ ثلاث اشياء مهمه. حرف الجر بالاخير، احنا قدرتنا على حرف الجر يجب ان يكون بالاخير والضمير بالوسط وبالبدايه الفعل. تعال وحده وحده عليهم. شنو حروف الجر؟ ان، اون، ات. لا لا ما عندكم. هسه دخلها وحده جديده اسمها اوت، والداون، والاوي، والاب، والاو. خوش. هاي حروف الجر. الضمير شنو؟ الات والذم مهمات جدا، بس اكو غيرهن. اكو هم، اكو هير، اكو يو، اكو مي، واكو اس. بس هنا اهم شيء عندكم ذن الاثنين. والفعل ما احتاج اقرا. ليش؟ انت ذا خليت حرف الجر بالاخير وخليت الضمير بالوسط، ايش بقى عندك؟ يعني مثلا هسه نجي على هاي الجمله، وين حرف الجر؟ اون. وين الضمير؟ ات. ايش بقى عندك؟ بقى عندك تون. من عنده سؤال بهذا الموضوع؟ مثال. هذا لك المثال، تفضل. وين حرف الجر؟ حرف الجر وين؟ حرف الجر وين؟ أوب. اسمه أوب. الأب بالأخير. الضمير وين؟ الإت بالأخير. نوب هذا يقول له إيه صحيح. نوب هذا يقول له إيه صحيح. إذن حرف الجر بالأخير والضمير بالوسط، يبقى عندنا الجيف بالبداية يصير جيف إت أب. أعد صياغة الجملة باستعمال get و have. منطوق السؤال have، وأعد صياغة الجملة. إحنا إيش قلنا؟ إحنا عندنا ثلاث حالات. أول حالة إذا لقينا asked. ثاني حالة إذا ما لقينا asked. ثالث حالة إذا ما بيها لا أس وبدون حرف جر. شنو حروف الجر يجوا هذا الموضوع؟ الآن العفو two of four. ما افتهمنا استاذ. إذا جتك الجملة هسه هاي الجملة بيها أس؟ لا بدون أس. لا بدون حرف جر. لا أس بدون حرف جر. ليش ما هي حرف جر؟ ودار انا كاتب لك حروف جر ذني. انا كاتب لك ذني حروف جر قدام عينك قدام. زين ايش راح نصخهم استاذ؟ اولا حذف الفاعل فقط، بس الفاعل حذف. ثانيا اذا لقيت الماي تصير اي، واذا لقيت الهز تصير هي، واذا لقيت الهير تصير شي، واذا لقيت اليور صير يو، وإذا لقيت الذير صير ذي، وإذا لقيت الأوى صير وي. خوش. وبعد استاذ بعد ورا ما حول الذني تخلي got وهاد، تخلي got وهاد. مو اثنين وحدة هسه نعطيك هاد تصير هاد. وبعدين نضع الفعل نهاية في النهاية وسوي تصريف ثالث. هو يعطيك هذا يصير هذا.
يطيق جيت تصير جود. استاذ ما افتهم هسه هاي قدامك الجملة ما بيها آي بيها حرف جر نحذف الفاعل واخلي آي منين جبت الآي ابن الماي ثانية ثالثة نخلي هاد رابعا نضع الفعل في النهاية يصير ماي تلفزيون ستولن عيد استاذ ها يا حال ابوي او خلينا نكتب لكم لا خلينا نكتب لكم جمله من عندي ما يصير عيفكم هيك تايهين ايش لك علاقه بيها يو كات ما هيز تري اعل صياغه الجمله باستعمال جيت هاي الجمله ما بيها لا ما بيها حرف جر ايش راح نسوي نحذف الفاعل ونخلي مكان الهز يا شنو وصلت ثانيا عد جيت تصير جول ثالثا نضع الفعل نهاية الجملة هز تري تصير تات مال كات ونفسك زين هاي انتهينا من هاي هاي الجملة اللي حليتها هسه اللي مفعول فيه يعني غير فاعل وهذا جوت ومفعول به وتصريف ثالث لا يرمى لا 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 طبقين هاي القاعدة إذا ما عندي حرف جر أنت ماشية على اليمن مطيكم قاعدة أستاذ مالتكم مطيكم قاعدة طبقوها على كل الجمل وهذا خطأ راح تتيهون بيناسهم شوفوا يما مثلا you took his bag أعل صياغة الجملة باستعمال get نجي هنا هاي الجملة ما فيها حرف جر ايش راح نسوي نحذف الفاعل ونخلي هي منين جبت الهي من الهز لأن أنا عندي قاعدة إذا لقينا هز نخلي هي حذفنا الفاعل والهز صارت هي ثانيا ها ثانيا طبقناها ثالثا خلينا got رابعا نضع الفعل نهاية الجملة يعني نصير his bag تصريف ثالث ما تتوك تيكن طيب هذا الحكي إذا عدنا إذا ما عدنا حرف جر زين وإذا عدنا حرف جر العفو هنا عدنا آست هنا عدنا آست ها يقول إذا عدنا آست إيه أولا تنزيل الفاعل ورا ما نزلنا الفاعل نضع الجوت او الهاد ورا ما خليت جوت وهاد حذف الاست لحد حرف الجر اربعة نضع الفعل نهاية الجملة وسوي تصريف ثالث نضع الفعل نهاية الجملة ونسوي تصريف ثالث هسه شلون قلنا اول شيء ننزل الفاعل نزلنا الاي ثانيا الهاب تصير هاد ثالثا حذف الاس لحد حرف الجر نحذف الاس لحد حرف الجر تو اربعة نضع الفعل تصير ماي هير تصير ثالث مال كات في نفسها كات من ما افتهمها هاي الجملة شبيهة بيها آست هاي الجملة بدون آست شنسوي بويا بهاي الجملة أولا حذف الفاعل وحرف الجر ثانيا تنزيل الكلمة الأخيرة هاي الكلمة الأخيرة من أنزلها حط لها got و had أربعة نضع الفعل نهاية الجملة ويقلب تصريف ثالث شلون؟ هنا حذفنا الفاعل حرف الجر بس تعال شوي خلنا نرزلكم لأن الرزالة وراء الامتحان ما أدري هسه الطلاب شايفين لما أنتم أحد الناس تيجي على الفيس تكتب الحكومة فاسدة حكومة كافرة حكومة ساقطة هذول حرامية مو إيش تقولون أنتم بس أول إذا أجي برلماني يريد يسلم عليك أهلا وسهلا صح
الله يخليك. تفضل تفضل. هلا هلا. طيب اهلا وسهلا. جيب له لبسي وكيه. يلا مش انت تشتم عليه. لا فشله جاب بعد فشله فشله. يعني انا صيح اقول يا ذي نحذف الفاعل نحذف الفاعل نحذف الفاعل نحذف الفاعل. ويجي بالامتحان يقول الاستاذ معقول هذا الفاعل الهيبه بيع 10 حروف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 حرف تريدنا حذفه؟ اي تحذفه تلعن الوالده ايش بي هذا؟ حذفه استاذ ما اخذتك الهيبه. تقول هذا الفاعل كله حذفه يعني هذا الفاعل كله حذفه ليش ما تحذفه لعنت؟ ليش ما تحذفه؟ قاعد تقول احذف الفاعل. لا لا شو اي ها شوف هو نفس الشيء يقول لك يا ابي المجرب لا يجرب يا ابي ذولا فاسدين وانت تصدق اي اي وتحفظها اي اي بس مين يجي البرلماني ظل تتوسل فيه تتلوق مو انت مو قصدي انتم كشخصكم تلوق له. شنت بال 2018 اسمه الصندوق الانتخابي اكو واحد كان خابص الفيس فازين 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 هيش من عندهم فازين اجي انا لا مو مراقب كيان انا جيت شو اسمه مسؤول قاعه انتخابيه يعني 50 شلون 50 اي سنه اجي قال بس هو ما يعرف يقرا ويكتب لا يعرف لا يعرف يطيق بس هم مش شلون قال تعال يعني قال فلان وين خانه مالته شاورته قلت له تمام 24 ساعه تسبيهم قال والله واعدني على تعيين اعطاني وعد 13 وعد قال اي والله وراها بسنتين هم لقيته قلت له تعينت قال لا والله كذبوا علينا المهم لا افتح سبيكر السلام عليكم استاذ شويه ما بنطلع ادق عليك حجي نص ساعه نص ساعه نص ساعه ايه هو لو كان طاب لي لا سد قلت له كان يشرب سجاير يلا نحذف الفاعل ونقدم الكلمه الاخيره بويا سد المايكات مصطفى وحمزاوي نحذف الفاعل ونقدم الكلمة الأخيرة the witness نخلي شنو؟ نخلي had أو got أنا عندي had صير had شو بقى عندنا؟ بقى عندنا كلمتين took a picture نقلب هنا صير a picture taken تصريف ذات ما took taken ثواني خلصنا أكو هاي مواضيع طلاب احنا نص ساعة ونكمل اللي يريد يطلع هسه خيطلع جيد هنا عندنا موضوع استعمال ميك السببية اي بويا شلون نستعمل ميك السببية ميك السببية اولا نخلي كلمة السبب اول شيء نسويها خانات احسن عندنا قاعدة لازم تضبطنا اولا نخلي كلمة السبب زين دقيقة اوقف دقيقة اوقف اوقف ها صار كلمة السبب انا وين القاها ها بعد بيكوز زين شلون اعرفها لا من خلال من على عيني وعلى راسي بس راح تلقى بيها اي واي ان وهاي الاي والاي ان تقلبهن الى ذا زين يعني هسه انا عندي بيكوز ولقينا كلمة بيها اي تصير ذا نويز خلصت لا بعدين راح تخلي لها ميت ورا الميت تنزل الفاعل بس دير بالك ها هذا الفاعل اذا هي يصير هم واذا شي يصير هير واذا اي يصير مي واذا اوا اذا وي يصير اس بعد وحده واذا ذي يصير ذم احفظ بس ذمي هسه وبعدين الفعل ايش في الفعل يقلب مجرد تعال خلينا نتفاهم علي ما نتفاهم الكلمه اللي بعد البيكوز اللي لقينا بيها اي نزلتها ذا نويز
ثانيا اخلي ميت. ثالثا الفاعل هي صير هم، واللوك يقلب مضارع مجرد. عيدها استاد. لا هاي الحاله الشاذة، هاي تحفظوها حفظ، هاي تحفظوها حفظ. شلون اعرفها حاله شاذة؟ تكون بيها تولت وتو، ترى شغلتها سهله، فقط التولت تو تنقلب الى ميد مي، تولد مي تو تقلبها الى ميد مي. هاي بس هاي تسوي جيد. بعد خلصنا سؤال الاول فرع اي. يلا حطي نجي هنا. شلون نتفرق بين صفة الـ ING والـ ED؟ ها بهيش حالة راح تحصل صفر. هسه هذا عاقل وغير عاقل الـ I؟ عاقل الـ I أنا غير عاقل مو؟ يقول إيه يقول إيه والعباس أقول لك الـ I عاقل لا لا يأخذ ED الـ ING حصل الصفر. صفر. عافية. شنو هاي العافية؟ إذا لقينا أي وأي أن وذا رأسنا تحط الآي إن جي، إذا ما لقيناهن تشوف فاعل عاقل يأخذ إيدي، غير عاقل يأخذ الآي إن جي. أنت ركضت على ذني ليش؟ غيرت أنا قلت لك هاي أساسية. نعم هسان هنا لقينا اي قبل الفراغ نحط الاي ان جي بدون نقاش لو مو عاقل. نجي على هاي لقينا اي واي ان وذي خلص روح للقاعده مالتك عاقل لو غير عاقل. عاقل ايدي. نجي على الفل. الفل شلون تميز بين الفل والفلي؟ اذا لقينا فعل بي اي دي EN لقينا ING هذني إذا لقيناهن قبل أو بعد الفراغ شو تخلي بويا؟ خلي فولي بس دير بالك. أنا ما قلت ER قلت ED EN ING هذني إذا لقيناهن قبل الفراغ أو بعد الفراغ شو تخلي؟ بس هنا قلت لك دير بالك أكو حالة شاذة هذا فعل مجرد ياخذ فولي. لكن إذا جينا على هاي الجملة إيش لقينا؟ إذا لقيت الـ EN شو تخلي؟ فولي. شوف لي هاي الجملة. آه ماتش ماتش وماني. هسا هسا خي خلص خي خلص. طق لها صورة. بعد ماكو ذاكرة؟ حبي. ها أستاذ. قلبي وبعد شلاوي. ركز وياي. أنت عندك ماني وعندك ماتش. وعندك a few وعندك little أو a little. حبي إذا لقيت أس الجمع ولقيت not أو how خلي many، لكن إذا لقيت ال how وال not وما لقيت أس الجمع خلي much. إذا لقيت أس الجمع وما لقيت لا how ولا not you، إذا ما لقيت لا أس الجمع ولا ها ولا نط ما افتهمنا all of them. هاي بيها أس الجمع ولقينا بيها نط شو تخلي؟ تعال وراها. بيها أس الجمع بيها ها ونط إذا كل شيء ما بيها لا قبلها ولا بعد ليتل. وصلت الفكرة؟ ما وصلت. بيها أس شنو اللي ما وصل بالضبط؟ استاذ ما انت بس استاذ ما افتهم. اختار لي سنه حبي. 2017 بال 2017 ايش جابوا لك؟ كل شيء موجود، شو تريد موجود 23 24. تعال يا هذا بيها هسه الجمع ايش لقينا؟ لقينا هاو هاي الهاو وحده بيها اس وحده ما بيها اس ماني لو ماتش ما عندنا هسه الجمع اذا ماتش بعد ما 23 هذا جاي انت طاب السوبر ماركت بويا هذا
شلون ما جاء الثاني؟ مفرد وبها نات ماتش اجت لي ادبي بس خش راح يجيبوا لك اثنين اختيارات واحدة بيها مجرد واحدة بيها اي ار شلون الفرق بين الصفة المجردة والصفة اللي بيها اي ار حلو اذا لقيت ذان راح تخلي اي ار واذا لقيت از از خلي مجرد هنا عندك ذان حلو عندك از خلي صفة مجردة هنا لقينا ذان اختار الاي ار تعال يا ابي خلينا نشوف هذا الموضوع اللي انت ما فاهمه حبي ها استاذ اذا شنو اذا لقيت ايش لقينا استاذ لقينا كرايم سين وسيت بيلد وسلو داون واذا لقيت البيك وبترول واذا لقيت السموك ولقيت الليتا واذا لقيت الفود سوبر ماركت ولقينا لا مو منه لقينا فود وسوبر ماركت لقينا تاكسي اي شغله تدفع بيها فلوس واذا لقيت مهنه او لقيت عائله ولذا لقيت عدا ذلك هسه حب يسولف لي هنا ايش لقيت هاي السيت بيلت تجينا ناخذ الاختيار المثبت ياهم ذا الاختيار المثبت هاتو ليش ونيدن ما في نجي لهاي ايش لقينا واذا لقينا سلوش نختار اذا نيد تو نجي للوراها ايش لقينا يا بي إذا لقينا بك ناخذ الاختيار النفي يا هو نيدك نجي للوراء ايش لقيت والكرايم شو وكيت يعني هاف تو نجي للوراء لا هاي وراها غير شيء زين استاذ واللي إذا جتنا سموك وليت نخلي مصنت زين استاذ واذا جتنا فود وسوبر ماركت و تاكسي قلت تيك ايه ايش راح نخلي هذا نيد تو اختار النيد تو في حالة انه في نيد انت واذا لقينا عائلة ومهنة نخلي ماست في حالة انه في ماسين عدا ذلك نخلي هاف تو بس اختيارات اكو انترنت لو قطعوا الشباب اي موجودة ها كلاسيكي يا رافع ايدي شخو ماكو شي هناك اذا لقينا ذن الكلمات الثلاثة اخذ الاختيار المثبت واذا لقينا ذن الكلمات الثنيين ناخذ النفي واذا لقينا ذن الكلمات الثنيين ناخذ المصن واذا لقينا ذن الكلمات الثلاثة ناخذ النيد العائلة والمهنة شنو استاذ عائلة ومهنة تاكسي العفو درايفر بوليس فادر مادر نخلي ماست او ماصين حسب ما موجود عدا ذلك شو نخلي هاف تو زين استاذ هنا عندنا اختيارات بين الشد والشدنت يا شلون تختار بين الشد والشدنت من يقول لنا يا سبع يا بطل يا بطل اذا هاي الشدنت اختارها اذا لقينا مس ولوست وفيل لقيناهن راح نختار شنو ما لقيناهن شد إذا لقينا مس راح نخلي شنو شد هنا الوراها ما لقينا شيء شو نخلي حلو بعد عندنا بعد مشاكل نعم شو فلوفلي شو
يلا اكتب عيني. لا مو تكتب، صور صور عيني، صور صور لو دزل هي صور صور شنو بويا ايش قلتي؟ لا الموضوع نعبره بعد ما نرجع لي. ركزوا وياي هنا، انا راح تلقى اثنين اختيارات، واحد يجيب لك اياه تصريف ثالث، وواحد يجيب لك فعل مجرد. اي واحده تصريف ثالث. اذا لقيت هاد او لقيت جود تخلي تصريف ثالث، اما اذا لقيت مين تخلي مجرد. لا انا هسه هنا ايش لقيت؟ اذا نختار المجرد. خوش حكي. هذني البقيه درخيات، يعني هسه هذا يتكلم عن المبني للمجهول في حاله مبني المجهول في حاله شنو؟ الاختيارات. هذني تحفظهن حفظ، يعني is signed لو was signed was، الثانيه was لو will be was، الثالثه was لو was stolen لا was stolen، وهنا أنا are sent. هذني تحفظهن حفظ درخيات. ما يفيدك ترجع. نجي المن. يلا حبي ركز وياي. نجي الى موضوع المستقبل. خير ايش بيه المستقبل استاذ؟ مستقبلكم زاهر وباهر. شلون؟ جاوب جاوب. علي فارس. اوكي يلا يا بركز وياي حبي. راح تلقى اختيارات وحده بيها وال زائدا مجرد، وحده وال زائدا مجرد، لا ان شاء الله من تكبر تعرف، وحده بيها going to، واحدة بيها لو فعل بي اس لو فعل مجرد، واحدة بيها will be زائدا ing، واحدة بيها is زائدا ing بحالة الجمع are. زين ساد انا شلون اختارهم؟ سهلة. اذا لقينا I think او لقينا I hope راح نختار will زائدا فعل مجرد، واذا لقينا جملتين راح نختار going to. إذا لقينا إيش لقينا؟ ساعة وأشهر السنة وفاعل غير عاقل، لأني أسهل لك. إذا لقيتهم راح تخلي فعل بي إس، عدا ذلك راح تخلي يابا؟ عدا ذلك شو تخلي؟ هنا إيش لقينا؟ واحدة بيها going to، واحدة بيها فعل بي اس. انا هسه شنو؟ انا هسه اختار الجوينج تو للفعل البي اس. ليش؟ عندك ساعه جملتين بعد، شلون ما في جملتين؟ وهاي اداه ربط تربط بين الجملتين. هذا فاعل الجمله الاولى وهذا فاعل الجمله الثانيه، ما دام جملتين شو تخلي جوينج تو؟ شوف لي هاي الجمله. شوف استاذ ايش بيها هاي الجملة؟ عندنا will be ing، دقيقة اوقف اوقف ما كتبت ال be، عندنا will be ing وفعل بي اس. ليش؟ عندنا شهر اسمه مان، ما دام عندنا شهر اسمه مان ايش راح نخلي؟ الفعل البي اس. هسه شوف شلون انتم ورود. هنا عندنا الفرق بين البن والجان. شنو استاذ هذا الفرق بين البن والجن؟ ها تحتاج الصورة؟ يا يلا حبي يلا يا دلب عيني.
قلب حبي وياي. شكو استاذ؟ اكو اختيار واحد بيبن واحد بيقال. كيفنا استاذ؟ مو لا كيفك تبني بحالك وكيفك. اذا لقيت الاي يو وي هافنت هازنت نفا افا لقيتهم خلي بن، ما لقيتهم قام. انا ها لقيت اي بن ناش لقينا كلش ما لقينا قام ناش لقينا. ها هذا موضوع ثاني. من عنده اشكال بهاي مال بن وقام؟ تايمز هاي يجيبوها بالشهري خباثة من بعض الأساتذة للأسف. حاد شيء يقول له دقويهم تسمع هاي دقويهم، هو يدمر الطالب يقول له دقويهم. ها فتو سكرين فيه شكو بعد. شوف لي هاي الجملة قبل شوية سولفنا عليها أستاذ، ما سولفنا عليها، سولفنا قلنا إذا لقينا بيكوز ولقينا، إذا لقينا بيكوز ولقينا ورا البيكوز فراغ، هذا الفراغ أنا شو أسوي بيه؟ شنو هي القاعدة؟ هاد زائدا تصريف ثالث. أنا عندي بيكوز إذا أخلي هذا تصريف ثالث. روح للوراء. السنس والفور، منو ما فاهم السنس والفور؟ أيو أي أن ذا وأس الجمع؟ ودا ما لقينا؟ ودي بالك الحالة الشاذة. سأل شلون أعرف الحالة الشاذة بها عشر سنة؟ ماتش زين. بعد شو عندنا مواضيع؟ هانت ما بقى شيء. تعبتوا؟ لا ما مرشح. ما مرشح ما يعني وقع. ما مرشح. هاي صوت زينب. هذا مو زينب انتي؟ انت مو زينب؟ لا فاطمة محمد. فاطمة محمد صوتها نفس صوت زينب. يلا حقيقة غريب ناس يفتهمون. شك أستاذ يقول من اللي يقول أبو الوزاري؟ شي يقول أبو الوزاري يا أبويا؟ يقول أبو الوزاري إذا لقينا عاقل نخليه بس كون شرط يجي وراها لو فعل، لو فعل مساعد. بس إذا لقينا عاقل راح نخلي هوز لكن شرط يجي وراها شنو؟ اسم. أما إذا لقينا مكان راح نخلي وير بس شرط يجي وراها فعل، لا اسم أو ضمير. بس المكان إذا لقينا مكان راح أخلي ويتش إذا لقينا فعل أو فعل مساعد. وإذا لقينا أستاذ اسم غير عاقل، هذا إيش حلقة الغير عاقل؟ خليه له وجه وخلص، ما تنوع الورا شكو؟ لا أبد. خبل كل شيء يصير يعني، كل شيء يطلع منه. سينما وتكت. مكان واسم. يا مكان واسم إيش ياخذ؟ غير. بيروت وفعل مساعد. مكان وفعل مساعد شنو؟ ويتش. مايك، والله مايك اسم واحد، واحد اسمه مايك مو مايك هذا اللي يتسالفون بي. وعندنا فعل، اذا عندنا عاقل وفعل شاخ هو. اي لا حول الله. خلصنا جيد. هذا منيش نسالفتهم؟ هذا منيش شواذ؟ هاي راح تختار لها الود وهاي تختار لها الاز وهنا راح تختار الهاد بين. هذا اللي تحفظهم حفظ. ايه هسه يا شباب تعالوا خلينا نفهمكم. لازم نوقف التسجيل بس شو نسوي؟ خطا
اعطيه طلاب شلون يقدرون يستفادون. والله حيره والله حيره. شنو هاي الحيره؟ البنات طلعت. يلا راح نفتح التسجيل. والله كريم الطلاب يدورون خمسينات خيبكون، واللي يدور مياه يطلع. اي ما في ذكاء طريقه. لا لا ما ركزوا وياي. لا الانشاء سويت فيديو تقدرون تشوفوه تلقاه بالقناه. بعين ها اها فيديو مقطع خارجيه ما تسمع. هات تمرني بشي بعد. هات هات زين. ها هي نروح المن. شباب ركزوا وياي. اختار لنا سنه على سبيل المثال 2023. تحبون 2023؟ لا ما يجيبون. راح يجيبوا لك اسئله سهله. هاي التمهيدي. حب اسقاطات قاري خيرا على خير. حليت نصهين خير وبركه. ما حليت ومطفي تعال اقول لك بدل ما تحصل صفر انطيك طريقه بلكي تطلع لك بدرجتين. خلاص انت اصلا محصل صفر. مين خايف؟ انت منين خايف؟ هو نفس الاشياء. انت مو محصل صفر. ها يعتبر غش بالوزاري. طب صفر. من قال لك؟ من قال لك؟ ما حد قال لك. ما ليش اي من وين قاعد اقول لك؟ من اللي قال لك؟ انا قاعد اقول لك كلام يا موثوق قالوا احنا اللي مسوي هيك نعتبره صفر. زين هسه خوش سد داناتك لا تسمع. انت اصلا محصل صفر. انا جاي اساعدك. المساعده فادتك خيرا على خير. ما فادتك انت محصل صفر. يا طلعت الطلاب ابويا حلها من الثنيين. احنا ما كيف تحل الثنيين؟ انا قاعد اقول لك امشي على طريقتي. قاعد اقول لك في حاله الياس ايست صفر. ها شالوك ذبوك بالزباله ما عندك. خوش هسه الجوز اعرف انت ليش تريد تعان؟ ليش تريد تعترض؟ اعتراضيت خلص اعتراضك. اذا ما يعجبك تشوف هذا الشيء توقع على الله. لا عاد اسكت حبيبي. الطبيعه البشريه ايش بيها؟ ورا ما جايكنا الاسئله الوزاريه تصدف هذا الشيء دائما. اللي يخلي الاسئله الوزاريه الاختيار الاول يسويه للثالث. لا قاعد اقول لك واحده من عندهم راح تصدف. اما الثالث يصير للاول. هذا هم صحيح ترى. يعني هذا يصير للثالث هذا للاول. خوش حكي. لا هسه احنا قاعدين نمشي لك على حد اعلى بعد. الثاني يسويه للرابع والرابع يسويه للثاني. تقريبا نفس الشيء. يعني هاي اربعه هاي اثنين. هسه هاي صحيح؟ نعم اثنين صحيحات. مبين اللي سوى تمهيدي 2023 تنطبق عليه شنو؟ القاعدة جاية وياه بكل المقاييس. الخامسة تنطيها صفر اهملها وهاي تنطيها خمسة. هسه اللي مشى على هذا الرقم في الامتحان التمهيدي حصل 10 من 10. بس احنا نريد نقول ماك اختاروا لنا سنة. اختاروا لنا سنة. ما وصل على 23. 23 تمهيدي أدبي أحيان. تعال خلينا نشوف. أنا جيت لقيت خطوط سود. كل شيء ما أعرف. أبد توسل. أخل آخذ واحدة أصفطهن عليها كلهين ما ترهم. تعال أعطيك هسه مساعدة. هاي الأولى للثالث. شلون يقول الأستاذ الأساتذة يعطونا نصائح صح. والثالثة
كم عدد الأقساط التي وضعتها للقرض؟ صح. وهاي للرابعة يقول بعض فراغ غلط. والرابعة للثانية يقول فراغ 3 هوتيل هاي غلط. صفر وهاي قلنا عليها 5. زها حديد درست هاي غلط. هاي حصلت عليها 4. حديد حديد اي سولفنا ذاك اليوم سولفنا ذاك مو احنا روحنا ذاك اليوم سولفنا. وصلت الفكره؟ قاعد انطيك شغله في حاله الياس. هذا الحكي اطبقه على الاسقاطات وعلى التوصيلات ايضا. التوصيلات هم ذاك يوم سولفنا. انا قاعد اقول لك اذا انت مأيس من حياتك دورات تلقى كلمات متشابهة مثلا هنا منجر ونلقى هنا منجر هذه مجال. بس أنا قاعد أقول لك إذا أيست فد مرة زين غير هستاد غير. إذا جاك سؤال اختيارات مثل يا شيادة دقيقة في موافقة هذا فضيلة إذا إجا سؤال اختيارات دورات يجيبون أكو سؤال اختيارات. وين رحت أنت سؤال اختيارات دائما يجيبوا لا مو دائما لأن دورات لو يجيبوا توصيلات لو يجيبوا اختيارات مثل هذا. هذا ذاك يوم حلينا أريد واحد جديد. لو تختارهن كلهن يمنى لو كلهن يسرى. هاي إذا ما عرفت إذا مطفي كل شيء ما عرفت. ما اعرف ما اعرف اختصاص انا بالاجتماعيات ما اعرف. لا انا اقول لك خذ اليسرى. المهم تاخذ يمنى تاخذ يسرى بس المهم ما راح تطلع صفر. هسه هنا اريد نختار يمنى لو يسرى. يسرى يمنى قال قبلك يمنى. وحده صح صح صح. هاي خطا هاي خطا خطا. ثلاثة صح. عرفت؟ غيرها هاي يمنى لا يسرى. عين إذا جاك اختيارات وصابك داء الثول بالامتحان وكل شيء ما افتهمتي خوش كل شيء ما عرفتي بدل ما تحصلين صفر تعالي انطيش طريق لو تختاريهن كلهن يمنى لو كلهن يسرى. هسه انا يمنى لا يسرى صح. لا دقيقه الميليتري كم اي هاي صح غلط صح. لا هاي غلط اسف صح صح غلط. لا ثلاث درجات لان سؤال عليها 5 زين يعني انا حكيت هذا شلون؟ قلت لي يما؟ انت يا من عندها؟ نجي الى الانشاء. حافظ انشاء خيرا على ما حافظ انشاء وصابك داء الثعلب شو تسوي؟ شو تسوي؟ اختارون سنه. شلون؟ المهم اختاروا لنا هسه سنه 14 2014 هي 14 جتنا ما شاء الله قدامنا. أنا جاني إنشاء وأنا ما حافظهين ويش إنشاء جاك؟ واحد يتكلم عن الفصل الثاني واحد يتكلم عن العطلة الجيدة وأنا ثين ما حافظهم. شو تسوي؟ تختار الإنشاء المنطوق سؤال مالته طويل يا هو الأي وتروح للقطعة الخارجية. شو تسوي؟ تحدد الأسماء الموجودة هنا وتخليهن مقابلين للأسماء تغير معالمها فد مرة يعني السموكينج أواخر دينجرا لا سموكينج منا مكان شوية شغل مخك
هسه هسه راح نشوف هيلث نعين اول مره تحدد الاسماء مو تروح تلطش بالبدايه راح بس شنو راح تتعذبون راح ابو الوزاره يشوفه كامش الورقه اكو شغله ثانيه سووها الطلاب شلون كتبوا القطعه الخارجيه وطلعوا وقام يمسح ويكتبوا مكانها بس هيك راح يصير شويه مشوه الورقه كتب القطعه الخارجيه وبعدين راح طلع القطعة الإنشاء وظل ياخذ منها أسماء يلطش مكان أي المهم عندنا تشيلدرين هذه مستر كمال بعد منه المهم ما أريدها كلها أريد نصها وبعدين تطبق عليها كلها نفس الشيء شو عندنا بعد carefully his customer always had a cigarette هذين كلها نوخر شون عافية little girl badly shop نوخر الأسماء حس السؤال يجيك واحد يقول لك سا شنو يعني اسم هذا يموتك توخر أحمد هسه هذا عندك أحمد تخليه مكان كمال security car تخليها مكان smoking the manager تخليها مكان dangerous security company ها يلا عادت يلا اللي فضها حاجي يابا شو اسمه هو علي فارس ذيب الجقارة ربع ساعة ودي جقارة ذيب يعني ذيب يتخذ لا ما ها يلا بعد يلا ياي 30 منيت اواخرها واخليها المهم زين استاذ واذا خلص ارجع عيد من البدايه استاذ بالنسبه لي حافظ النص اي جيب النص اي بس انا اقول لك انت نص ما نص المهم انا اضمن لك النجاح عشرة بس دير بالك عشرة ويا العنوان حافظين العناوين مالت الانشاءات لو لا جيد ايش بقى عندنا هسه نجي اللي يريد يحصل نجاح من عنده سؤال انت عرفت انت ما بس اسمه كان يصير عندك فيديو القاعه خارجه فيديوهات مو فيديو لا ثابته اشياء الفاره ضبط ها تفضل بس انا ما انشاء اي انتظرني ابو الشباب اول شيء احنا